باور 0 طيب الاديتيف انفيرس لل1 اوعى تروح وتختار 1 غلط الاديتيف انفيرس لل1 نيجاتيف 1 لان الاديتيف انفيرس بتعكس الساين لو بالبوزيتيف تخليها نيجاتيف لو بالنيجاتيف تخليها بوزيتيف في نمبر 2 بيقول لي 64% ايكوالز 4 اوفر 5 باور نقط 64% دي معناها 64 اوفر 100 هنعمل بقى بالكالكليتور عشان نعملها بس فورم 64 over 100 تبقى 16 over 25 4 باور كام يدينا 16 4 باور 2 و 5 باور 2 يدينا 25 نمبر 3 بيقول لي 2y باور 3 equals 2 باور 3 equals 8 وال y باور 3 equal y باور 3 نمبر 4 بيقول لي نيجاتيف 1 باور 13 ايكوالز نيجاتيف 1 باور 2 هنا الباور اود نمبر يعني بيخليلي لي النيجاتيف زي ما هي نيجاتيف و1 باور 13 ب1 هنا الباور ايفن والنيجاتيف باور ايفن نمبر تبدينا بوزيتيف 1 باور 2 تبقى 1 بوزيتيف اور نيجاتيف بالتاكيد البوزيتيف يبقى الليتر بي Number 2 بيقولي complete each of the following Number 1 the multiplicative inverse of the number negative 1 power 2 is not المultiplicative inverse لل 1 power 2 لازم اسمبلست ده الأول ال negative power 2 تبقى positive وال 1 power 2 ب 1 المultiplicative inverse لل 1 هي ال 1 لان الملتيبلكاتيف انفرس انك بتبدل الفيرست تيرم مكان السكند تيرم وال1 اوفر 1 الملتيبلكاتيف انفرس ليها 1 اوفر 1 برضه خدها رول كده الملتيبلكاتيف انفرس لل1 1 والنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 برضه لكن الاديتيف انفرس هو اللي بنعكس فيه الساين نمبر 2 نيجاتيف هاف باور 2 ماينس نيجاتيف هاف باور 3 النيجاتيف دي هتبقى ايه ايوه بوزيتيف ال1 باور 2 ب1 وال2 باور 2 ب4 ماينس النيجاتيف دي باور 3 يعني اود هتفضل نيجاتيف زي ما هي ال1 باور 3 ب1 وال2 باور 3 ب8 يبقى دي 1 اوفر 3 1 اوفر 4 اسف نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف 1 اوفر 8 طبعا ما اقدرش اعمل بلس الا لو الدينومينيتور ايكوالز فال4 دي ازاي اخليها 8 اعمل لها ملتبلايد باي 2 وهنا ملتبلايد باي 2 1 ملتبلايد باي 2 2 و 4 ملتبلايد باي 2 8 plus 1 over 8 2 plus 1 equals 3 over 8 number 3 بيقول لي if x equals y then 3 over 4 power x minus y equals

the following in the 2 over 3 three 3 three. multiplied by third power 3 divided 2 over 9 2 هنا odd number فالنegative دي زي ما هي negative ال 2 power 3 يعني 2 multiplied by 2 multiplied by 2 وانا بحب اعملها كده 3 power 3 يعني 3 three. 3 multiplied 3 three. multiplied by ال 1 power 3 يعني 1

طبعا كنا عارفين في الديفيجن بيقول كيب تشينج فليب كنسل بقى معايا بكل بساطة 2D مع 2D وال 2D مع 2D 3x3 9 تتكنسل مع 9D و 3x3 9 تتكنسل مع 9D يتبقى نيجاتيف 2 over 3 multiplied 3 تبقى 9 نمبر 4 بيقول لي if x equal negative half y equal 3 over 4 z equal 3 over 8 find in the simplest form the numerical value of x plus y power 3 divided by z ال x ب negative half وال y ب 3 over 4 وال z ب 3 over 8 طبعا ما اقدرش اعمل بلس غير لو الدينومينيتور ايكوال فهعمل هنا ملتبلايد باي 2 وهنا ملتبلايد باي 2 تبقى نيجاتيف 2 اوفر 4 بلس 3 اوفر 4 باور 3 هنا الدينومينيتور ايكوال نيجاتيف 2 بلس 3 تبقى 1 ديفايدد باي 3 اوفر 8 ال 1 باور 3 تبقى 1 وال 4 باور 3 تبقى 4 ملتبلايت 4 ملتبلايت 4 ال divided by تتقلم ملتبلايت 8 over 3 ال 4 divided by 4 equal 1 و 8 divided by 4 equal 2 ال 2 divided by 2 equal 1 و 4 divided by 2 equal 2 يبقى فوق في 1 وتحت 4 by 2 8 8 by 3 24 وبكده يا شباب انتهى اكوموليتيف تيست نمبر 1 نلتقي ان شاء الله في اكوموليتيف تيست نمبر 2